ماشي يا حجيج، ماشي ماشي اسمع يا ابني، بقول لك ايه، الحاج بيقول لك لو عايز تخش الفيلا ما تخشش من هنا، بخش من اي حته ورا، لا في المطبخ ولا حاجه. هو بيستعر مني ولا ايه؟ قول له ما يخافش، مش هفضحه قدام الغرب. يا عم ما انت لسه هتحور وتقعد تتهتهلي وتعمل لي، ما تخلص اسمع ونفذ. حاضر يا يوسف هنفذ. اوعى كده اوعى كده من قدام العربيه. ايه نضفت لك العربيه. السلام عليكم يا عم حسونة. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وحيد بيك. العربيه بقت ما شاء الله عروسه. ربنا ما يحرمني منك ويخليك ليا يا رب. ربنا يكتب سلامتك مع الف سلامه. على مالك وانت ماشي؟ حاسب ايه مالك يا وحيد؟ سلامتك في ايه؟ هو انت ورايا ورايا حتى في الحلم. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا كمان. ايه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ ما كانيش نوم يا ابني، قلت نبص في شويه الورق اللي عندي دول. ايه ده؟ دي صورتي وانا صغير؟ مع اني كنت فاكر ان انا اتولدت بشنب. اول مره اشوف نفسي من غير شنب. اسم الله عليك، طول عمرك قمر. وايه دي؟ دي شهادة الإعدادية. والابتدائية كمان؟ أنت ما بترميش حاجة من حاجتي؟ أبداً يا حبيبي. وريني كده. إيه الورقة دي؟ دي ورقة جواز عرفي. طب الحمد لله، ده أنا كنت فاكرها ضاعت من زمان. ده مكتوب فيها اسم ابويا. ايوه يا ابني، ما دي ورقه جوازه من ست ام وحيد الله يرحمها، وده سبب المشاكل اللي بيني وبينه. ماما هتحكي لي الحكايه دي؟ انت كل مره تحكي لي حته وتسكتي. في يوم جتني ست ام وحيد الله يرحمها ومعاها وحيد ابنها اسم الله عليه، كان عنده كده يجي سنتين، جات لي وقالت لي انها مراته وان ده ابنه، وادتني الورقه دي وجرت. وابويا عرف بالموضوع ده؟ يومتها قالت لي انها راحت له اكتر من نوبه، انه ما كرشها. طب ابويا عرفها منين؟ كان عنده شغل في بورسعيد كتير، وكان بيعوق هناك، الظاهر كده والله اعلم اتعرف بيها هناك، وضحك عليها وقام متجوزها عرفي. طب وانت عرفت منين ان ده خطه؟ اصل لما حصل كده بعت لابويا يجي، هو اللي عرف خطه، اصل ابوك غلطاته كتير في الكتابه. وجدي عامل ايه مع سعيد؟ واجهه، لكن ابوك انكر وحاول ياخد منه الورقه. ابويا رفض ابدا انه يديله الورقه، وقال له لازم تعترف بالولا. ابوك ما رضاش ومشى، وبعدين اتشعللت المشاكل بيني وبينه، وانا ما كنتش طايقاها اصلا. في وقتها اتجوز ست ام يوسف عليا، وجدك اتوفى وانا اتطلقت. طب وانت لقيتي الورقه دي ازاي؟ في حاجه جدك، وما بقتش عارفه نعمل بيها ايه. وواحد كان مصيره ايه في السنين دي؟ ابوك الله لا يسامحه بقى رماه في ملجا. بس بعد كده عرفت ان الولد لما كبر هرب وعرف يوصل لابوه. كملي. ابوك هيعمل ايه يعني؟ طرده وكرشه وضربه، بس الولد ايه ما سكتش، عمل له لبش ومشاكل. قامت الست فردوس نصحته خلي الولا يشتغل في الفيلا بدل الفضايح. طب وانت شايفه يا ماما ايه اللي ممكن نعمله بالورقه دي؟ انا قلت 100 مره السلم ده يتنشف كويس. خير يا حاج؟ في ايه بس على الصبح مالك؟ ايه اللي خلى السلم مبلول بالشكل ده؟ هتموتوني؟ اكيد هو الواد الحيوان ده اللي عمل الحكايه دي. مالك انا؟ بتبصلي بسماويه كده ليه؟ انت سماوي؟ في ايه بتبصلي كده ليه؟ جاتك نيله عليك وعلى امك. ما تغلطش في امي، امي ما تشتمهاش. يا سلام، محروق قوي عشان امك؟ طب ايه اقولك بقى ان انا هشتم امك دي زي ما انا عايز. وبعدين امك دي كانت ست عفشه، وكانت سيرتها زي الزفت.
يعني انت عارفها اهو، امال كنت بتنكرني ليه السنين اللي فاتت دي كلها؟ انت بتظلم على فكره، والكل ظالم نهايه. ايه ده انت؟ ايه اللي بتهببه ده؟ انت بترفع العصايه في وشي؟ انت جننت ولا ايه؟ فردوس. نعم نعم يا حاج. الكرباج بتاعي اللي انت مخبياه هاتيه. بلاش والنبي يا حاج، الهي لا يسيئك عشان خاطر، بلاش. مفيش حد سيت حد. انت هترد عليها زفت ولا ايه؟ فردوس هات الكرباج والا انت اللي هتضرب بيه. طب تعالى قدامي بقى. انت الظالم. على اوضتك. انت الظالم. انا هضربك بالجزمه. انت الظالم. اطلع قدامي انا. انت الظالم. اطلع قدامي يا زفت. انت الظالم. بره. استرها يا رب. روق يا حاج، روق يا حاج، وبلاش حكايه الكرباج دي. اخلص يا كلب، ده كسر عظمك قبله. حاضر حاضر يا حاج. انا سايبه يكتفني بمزاجي يا سيد. سيد؟ انت بتقول لي سيد؟ كمان هتتجرع على سيدك؟ ده الولاية كان زمانك بتاكل مع الكلاب في الشارع. افتح يا حاج، يا حاج افتح، الله لا يسيئك. يا بابا كفايه يا بابا كده، حرام يا بابا. يا بابا حاج عنك انت، الوضع يموت في ايدك. قول انا ولا كنت قدامه بدل ما توجع دراعك. يا كلب يا حاج، خاف على نفسك، هيموت في ايدك. انت جديد انت هو، اخرس المصايب. كفايه بقى، مين عليكم وعلى مزاركم كلكم. معلش معلش يا حيلة، حقك عليا، انا قلبي بيتقطع وانت بتتضرب. حقك عليا. انا رايح فين؟ هندخل نشوفه يا حاج. ما عادش هشوفه، سيبوه مرمي زي الكلب كده. لا يا بابا، عشان خاطر عايز اخش اطمن عليه. الله، ما خلاص بقى يا جدعان، الله، مش الحاج قال لكم محدش يخش؟ الله، ما تخنوش اكتر من كده بقى. صبر، مش عايز كلام، روح على اوضتك. يلا يلا يا اخوان، يلا يا اخوان، يلا. معلش يا حاج. سيد زهدقاء، انت الظالم ومفتري، وانا مش بحبك. سامعين اللي تدبوه؟ عامل فيه اكتر من كده يعني؟ ما تحترم يا ابن نفسك يا ابن، بدل ما اجي انا اربيك يا. وبعدين الواد ده مش عاود هنا ولا دقيقه واحده، لازم يترمي بره الفيله. حرام عليك يا بابا. الفيله ده انا ليا فيها زي اي حد، وانت عارف كده كويس، عارف ان انا ابنك. انت مش ابني، انت ابن حرام. انا مش ابن حرام، واذا كنت ابن حرام فيبقى انت الحرام. بتقول ايه يا كلب؟ اسمع علي، انا مش عايزك في الفيلا هنا، ما تدخلهاش تاني، انت مش ابني وما اعرفكش. لا يا حاج. لا لا، يعني ايه؟ لا ابنك. ابني ازاي انت الاخر بقى؟ يعني ايه؟ وحيد يبقى ابنك يا حاج. ازاي يبقى ابني؟ كمال وراني ورقة الجواز العرفي اللي بينك وبين ام وحيد. وحيد وحيد وحيد. ايه ادب ده كان؟ طب ليش بتكتب ورق يا حاج؟ ورق ايه؟ انا فاكر حاجة. وحيد وحيد يا حبيبي، تعالى عشان خاطري. وحيد يا وحيد، ما تخافش من حاجة. وحيد. يا وحيد، واخد في وشك كده ورايح على فين يعني؟ مش عارف يا صنع، مش عارف. ما تخافش يا وحيد، ارجع معايا عشان خاطري، وبعدين بابا صدقني مش هيقدر يعمل لك حاجه تاني بعد كده. وانا ايه اللي يضمن لي؟ انا مش هتقدري تعملي حاجه. يا ايهاب، يا ايهاب خليه يخش بقى معانا. ايهاب، انا عايز اروح لك كمان. خد يا وحيد الكارت ده، فيه كل المعلومات اللي توصلك لكمال، اوعى يضيع منك. وحيد وحيد، انت رايح فين يا وحيد؟ سيبيه يا صنع.